طبعا هنا نوصل لتراث العصر. اشترى اندومي هذا البقالة. انا عندكم الوقت مع ثلاثة الا على الاجواب مي بسالة السلامة الماء طبعا الجبل ما شاء الله صاير اخضر من بعد المطر، واليوم جيت لانه في توقعات امطار، في انذار احمر، فان شاء الله ان شاء الله ينزل مطر والجو مغيم مثل ما انتم شايفين. وهذا الجبل بالذات في ايام المطر يصير ضباب، بس والله هذا سبب جيت اليوم. والله الجبل مختلف مره كثير، صار اخضر. حبيت. بدأت تمطر نقاط خفيفة صغيرة لو انتم شايفين. هذا البقالة والناس طبعا الجماعة طاقتهم انتهت، يبغوا ياكلوا. جلسة للبقالة. اشترى اندومي يجهزهم. طبعا هنا نوصل لتراث العصر في البقالة على المنظر هذا وعلى الإطلالة هذه. الصدق الجو حسسني كأني في الطائف. نجهز الاندومي يعني نقنقة لما نوصل فوق، تعطينا طاقة. أبس
بس والله. هنا طبعا جالسين نرتاح شوي وبعدين نطلع هنا فوق مرة آخر شيء. الشاهي مع الجو هذا حجر يغرد في صورة للجبل بعد ما صار أخضر. إن شاء الله يكون واضح. كله 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 أخضر يعني فهمتم. من بعد المطر هذه الطلعة اللي صورتها من قبل طبعا كانت مستقيمة و يعني ممهدة، فهذا صار كله من بعد المطر، كل حجار وتجاويف، صار الطريق خربان. راح نجرب نطلع من هنا نختصر الطريق. مع الأسف الشديد محاولة باءت بالفشل. طريق يعني خطيرة صدق، يعني شوفوا إذا مشيت كذا هنا في تراب راح تزحلق، ما هو زي حق الخرار. ومن هنا الأحجار ذي آيلة للسقوط، إذا تجاوزت الشيء هذا راح أطيح من هنا، فخلونا في السيف سايت من هنا ونكمل الطلعة. طريق الطلعة يعني مثل ما خبرتكم المرة اللي راحت، طريق الطلعة مرة متعب أكثر من الدرج. وهنا صاحبنا صاحبنا اللي يحمل الموية غنيم أزعجت أمها. والله باقي ربع ساعة أقل شيء. قال لك وصلنا، لسه ما وصلنا. وصلنا على منطقة الصخور. كذا وصلنا على قمة الجبل. هنا طبعا غار ثور، واضح في احد مع بزرانه في الداخل ناخذ صورة خلاص لا تعليق عشان لا تنتقدوني. هنا لقيت كهف حلو مرة، مكان زبطينه وخلينه شو اسمه مصلى، حبيت والله. جينا نصور كذا بس نمشي. احنا الحين في طريق النزول، سوف نؤدي صلاة المغرب هنا في الإطلالة هذه إن شاء الله، وبعدين راح نكمل إن شاء الله. هنا سوف نركض. يلا واحد اثنين ثلاثة.